بكم من جديد بالساعة الثانية من برنامجكم الصباحي حديث اليوم. أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني قبل أن يقوم بالتوقيع على القرار الذي اتخذه والذي يعتبر قرار تاريخي. رح نتحدث عن مخاطر هذا القرار وأثاره معنا المحلل السياسي عبد الناصر حسين، وأيضا سنتحدث عن الأحدث بهذا الموضوع وهي الضربات الإسرائيلية على مواقع في سوريا. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا راديو تلفزيون الأردن. أهلا وسهلا فيك. هناك ضربات منذ فجر هذا اليوم على مواقع سورية من الجانب الإسرائيلي، وتقول أن هناك اعتراض لصواريخ إيرانية. تحدثنا عن هذا الموضوع. نعم، الحقيقة كانت الليلة الماضية ليلة حمراء في سماء دمشق. استهدفت إسرائيل عدة مواقع إيرانية تحديدا في الكسوة، في إزرع، في جمرايا. ربما صعب إحصائها، لأنه حسب محلل إسرائيلي أنه هي أكبر ضربة من تاريخ 67 بيخوضها الجيش الإسرائيلي. هاي الضربات هي أتت في سياق تهديدات إسرائيلية لجهة أن إسرائيل كخط أحمر تمنع الوجود الإيراني في سوريا، وتحديدا على بعد 40 كيلومتر من حدود الجولان المحتل. لا ننسى وضع هذا الأمر في سياق أيضا الحدث الأبرز الأهم وربما نسميه التاريخي، اللي هو تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاق فيينا، الاتفاق النووي. هذا إعلان ترامب أول أمس كان هاما جدا، وحفز الإسرائيليين أكثر لتنفيذ وعودهم بهذا الصدد. نعم، وهناك أنباء عن مقتل إيرانيين في هذا القصف الإسرائيلي. إسرائيل تستفز إيران الآن لقيام الهجمات وقيام بممكن استفزاز وضربات أكثر وأكبر، خصوصا أن إيران التزمت الصمت بعد قرار دونالد ترامب لحفاظها على حلفائها، وأيضا ما بدها تخسر الحلفاء الأوروبيين، لأنه هلا بطلت هي أمريكا هي الدولة العظمى بالعالم. هناك تقسيم للقوى بالدول العظمى. طيب، هلأ عم تسألي عن محورين. محور يتعلق بإسرائيل، أنه هل إسرائيل تستفز إيران؟ الحقيقة القواعد الاشتباك اللي إسرائيل بدها إياها أنه إيران تتلقى الضربات دون رد. هيك بدها يعني إسرائيل، أنه إيران تتلقى الضربات في سوريا دون رد من سوريا تحديدا، وإن ردت من سوريا فبشار الأسد هو رهينة ومهدد بالقتل، على لسان ليبرمان. نعم، وزير الدفاع. صحيح، الإسرائيلي. وبالتالي إذا مطلوب من الإيرانيين ألا يردوا في سوريا، بالتالي هذا يدعو الإيرانيين للانسحاب العاجل، وهذا يمكن أن أسجله كتوقع بالنسبة لي وكمراقب، أنه أسابيع أو أشهر كحد أقصى وإيران لابد أن تنسحب من سوريا، لأنه لا طاقة للمستشارين، للضباط، للجيش الإيراني أن يبقى في سوريا تحت ضربات بمعادلة عدم الرد. فإن ردت بكل وضوح فيمكن استهداف بشار الأسد، كما تم استهداف رتل الإيراني اليوم ورتل الإيراني أول أمس أيضا. يعني الإصابات كانت محققة، وهذه معلومات من الداخل وليست معلومات إعلام هكذا، إعلام رخيص نأخذها من الداخل تماما. نعم، هل شجعت الضربات الثلاثية اللي كانت من أمريكا وفرنسا على القواعد مثلا أو مصانع الأسلحة كما يتحدثون، أو الكيميائية أو الكيميائي بسوريا، شجعت إسرائيل للضرب الآن في هذا التوقيت؟ أنا قد أجيب بالعكس تماما. يعني إسرائيل أسبق من الولايات المتحدة ومن هذا التحالف الثلاثي، وأكثر تعجل، أكثر تعجل في استهداف إيران ومراكز حزب الله وأي سلاح يمكن أن يهربه حزب الله إلى جنوب لبنان. فإسرائيل متحمسة أكثر. بالعكس، كانت إسرائيل تشكو التلكؤ الأمريكي في مثل هذه الخطوات، وخاصة في عهد أوباما. اليوم لا، الأمور تبدو أنها تسير باتجاه واحد، بمعنى أن حصة أمريكا من هذه القضية أن أمريكا لا تريد إيران نووية. صحيح. حصة إسرائيل من هذا الأمر، إضافة إلى أنها ترفض إيران النووية، لا تريد إيران بقرب المياه الدافئة، البحر المتوسط.
أمريكا لا تريد إكمال إيران للكوريدور الممتد ما بين طهران إلى بغداد إلى دمشق إلى بيروت. دول شركاء أمريكا من دول الخليج لا يريدون لإيران أن تستمر في دعم المجموعات الإرهابية والمجموعات الطائفية وإثارة أو دعم الحوثيين على سبيل المثال واستخدام الصواريخ البالستية. إذا كل هذه الأمور أتت في إطار شراكة حقيقة ربما مبدئيا يشذ عنها الاتحاد الأوروبي. الانتخابات اللبنانية عززت وجود حزب الله في المواقع النيابية أو في لبنان بشكل أو بآخر. هل إسرائيل أيضا يعني هذه الضربات أيضا لتبين أنها قوية وما تزال بالرغم ما حتى لو تواجد عدد كبير من حزب الله؟ هي الأمور فعل وردة فعل. حقيقة حرص حزب الله كثيرا على أن يكون له رصيد أكبر في الانتخابات من أجل أن يبين للرأي العام العالمي ولإسرائيل على وجه الخصوص بأننا موجودون وأننا أقوياء وها نحن اليوم نقول كلمتنا في الانتخابات. هذا الأمر أيضا بالنسبة لإسرائيل تريد أن توصل رسالة إلى حزب الله بأننا أيضا موجودون ولا يمكن أن نسمح أن يكون حزب الله رقما صعبا في 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 بيروت في لبنان. وبالتالي هذا قائم على سجال قديم فعل وردة فعل. لكن اليوم يبدو أن الخطوط والزوايا الحادة التقت كثيرا مع بعضها ويبدو أن اليد على الزناد وربما باتت الأمور أكثر جدية من ذي قبل. ما بعد هذه الضربات الإسرائيلية على سوريا ماذا برأيك سيجري وسيصبح إن كان هناك رد فعل إيراني قريب؟ أنا ذكرت بأنه إيران حقيقة يعني هي الدولة البارعة في سياسة حافة الهاوية، لكن يمكن القول بأن الأرضية التي تستند عليها إيران اليوم باتت مليئة بالحواف. بمعنى أنها لا تستطيع أن تمارس لعبة حافة الهاوية كثيرا وأن تتملص من الاستحقاقات التي تطالب بها. الاستحقاقات هي ألا تكون إيران نووية، أن تسمح لمفتشي الأسلحة النووية بمباغتة مواقعهم وفقا لاتفاق فيينا، ألا تدعم أذرعها في المنطقة وقد أعلنت أنها تحتل 4 عواصم عربية. إذا كل هذه الاستحقاقات مطلوب من إيران أن تفعلها، وبالتالي يبدو أنه لا مناص لإيران. كان يمكن لإيران أن تخرج من عنق الزجاجة بنوع من المفاوضات دعت إليها الدبلوماسية الأمريكية، لكن إيران رفضت. اليوم بكل صراحة ووضوح أقول إن إيران أمام مخرج وحيد وربما أيضا أسجله كتوقع، هو تعزيز أو تكثيف الصواريخ البالستية من طرف الحوثيين ضد السعودية. هذه راح تكون الإجابة. لا تملك إيران لا تملك أن ترد على إسرائيل، لا تملك أن تواجه أمريكا. لذلك هي ستتجه باتجاه الضغط على السعودية أكثر من أجل أن ترسل رسالة للعالم تقول لهم أنتم لستم أعداءنا، أعداؤنا هم السعوديون، عليكم أن تقبلوا بمسألة حرب إقليمية. على العالم أن يتقبل حرب إقليمية، ربما يعني يشعرون بأن العالم يعني يتدغدغ من هذا الأمر، يرحب العالم الظالم طبعا بأمر أنه تشتعل المنطقة بالحرائق، ودائما تتطوع إيران بالحرائق، وبالتالي إيران ستترك كل هذه الاستهدافات وتتوجه لضرب السعودية. هذا نتوقعه لكن لا نتمناه طبعا. في عناوين الصحف التي قرأناها من صحفنا العربية والعالمية، دونالد ترامب ألغى هذا الاتفاق وهو لا يعلم ما في بداخله. هذا يبين أكثر أنه دونالد ترامب يتحرك من الجانب الإسرائيلي وتحركه إسرائيل. ترامب حتى هذه اللحظة يبدو أنه يفي بوعوده الانتخابية طبعا. كلها وبيان الانتخابي كامل، ومقولة أنه يعني لا يعلم فحوى هذا الاتفاق يعني فيها شيء من المصداقية لكن ليست دقيقة. إذن هو بالإطار العام يعلم هذا الاتفاق لأنه في حملته الانتخابية تحدث عنه وبين أنه مثقوب وفيه ثغرات كثيرة خاصة لجهة الصواريخ البالستية ولجهة أمور أخرى. يعني الاتفاق قاسي ليس سهلا على إيران، لكن هو من وجهة نظر ترامب رخو. الاتفاق كما نعلم يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.67، يمنع إيران من مثلا التخصيب بالماء الثقيل، تحويل بعض المفاعلات إلى مراكز بحوث ومراكز دراسات نووية سلمية
الإسلامية إلى آخره، ومنع استيراد إيران لأجزاء من الصواريخ البالستية لمدة 8 سنوات. هذه الأمور قاسية على إيران، رضيت بها إيران لأن إيران كانت وقتها تحتاج إلى أموال من أجل أن تمول حروبها في المنطقة. كل هذه الأمور لا تدور في عقلية ترامب. صحيح. هل نقدر نحكي كانت مخاطرة كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء هذا الاتفاق؟ من وجهة نظر الديمقراطيين هي مخاطرة، لكن سلموا بها. يبدو أن الأمور باتت بحكم الأمر الواقع، ليس هذا فحسب، وإنما حتى خارج الولايات المتحدة يبدو أن الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية ستلحق بركب أمريكا وستكون محرجة جدا في المتابعة والمضي في هذا الاتفاق، لأن الدول 5+1 تعتبر أمريكا أهمها. من جهة ثانية، تقرير الذي أفضى عنه نتنياهو منذ أسبوع، تقرير المخابرات الإسرائيلية التي عثرت على آلاف ربما 100,000 ملف يتعلق بخرق إيران للاتفاق النووي، وأنها تعمل على برنامج نووي بشكل مؤكد، هذا أحرج الأوروبيين ودعا فرنسا وبريطانيا أن يتحدثوا عن أن كلام نتنياهو يجب أن ننظر فيه ونأخذه على محمل الجد. هل ستتعمق الفجوة بين الأوروبيين وأمريكا؟ أنا ضمنا أجبت عن هذا قبل قليل. أظن أن الأوروبيين سيلتحقون بالقرار الأمريكي على شيء من التباطؤ. جون بولتون هو حذر الأوروبيين من هذا الأمر وبين لهم أنه خلال 6 أشهر يجب أن تنهوا عقودكم مع إيران، ويجب أن تنخرطوا في عقوبات جديدة تبدأ بشهر أغسطس المقبل. تقول إيران في تصريح يوم أمس في إحدى الصحف العربية والعالمية أنها تتواجد متاعب خلال الأشهر أو شهر أو شهرين من بدء سريان هذا العقوبات الأمريكية، ولكنها قادرة على أن تتكيف معها في النهاية كما تكيفت في الأعوام السابقة. إيران لا تهمها ماذا قررت أمريكا لأنه كان موجود أصلا زمان. هي إيران ستقول هذا، لكن الواقع قال يوم أمس تحديدا بأول انتفاضة، أول مظاهرة ظهرت يوم أمس نتيجة انخفاض العملة الإيرانية بشكل مفاجئ، مما دعا بعض الصحف أن تتحدث عن انهيار في الاقتصاد الإيراني. يعني إيران ستتحدث طبعا بالإعلام بأنها متماسكة وأنها قادرة على الوقوف بوجه هذه العقوبات، لكن عقوبات اليوم تختلف عن عقوبات الأمس، فهي عقوبات متدحرجة وتمتاز بأنها ذكية وربما تلتحق بها معظم دول العالم. أيضا كمان هناك كان تصريح يوم أمس من دونالد ترامب أن الإيرانيون يستحقون أفضل مما هم عليه اليوم. هل برأيك أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع الإيرانيين لقيام ثورة ضد الموجود أو تحريض الشعب؟ هذا مؤكد. نعم، هذا مؤكد. دائما لغة أمريكا أنها تحرص على يعني تجنب خيار إسقاط الحكومات خارجيا، فهي تريد للشعوب أن تتخذ قرارا داخليا بهذا الاتجاه وترسل رسائل للشعب الإيراني بأننا لا نستهدفكم، وأن العقوبات التي نفرضها على إيران إنما هي تفرض على إيران من أجل إزاحة هذا الكابوس عنكم. وأيضا الأوروبيون يحاولوا امتصاص هذه الصدمة من انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه لا يكون هناك تغيير على هذه الاتفاقية. هل فعليا ما رح يكون هناك تغيير على هذه الاتفاقية وستبقى كما عليه بغض النظر عن أمريكا وما تقول؟ الآن مطلوب من إيران أمريكيا وسيكون ذلك مطلوبا أوروبيا أن تأتي إيران إلى طاولة المفاوضات. يعني هذا العرض كان معروضا سابقا قبل انسحاب ترامب من الاتفاق النووي. سيتم إنقاذ هذا القرار؟ نعم، سيتم إنقاذ هذا القرار؟ سيتم تعديله، لكن تعديلا جذريا. يعني بمعنى إضافة بند الصواريخ البالستية سيكون مؤكدا، إضافة بند الحملات التفتيش المباغتة لإيران سيكون مؤكدا، إسقاط إنزال هذا الأمر تحت البند السابع هذا سيكون مؤكدا، أيضا إضافة إلى أنه ستتم معاقبة أي دولة تخرق هذا الاتفاق. يعني ليس فقط معاقبة إيران، كل دولة تخرق هذا الاتفاق ستتم معاقبتها. سؤال الأخير لحضرتك، تصورات في الأيام القادمة وممكن الأشهر القادمة على الصعيد الإيراني والسوري وأيضا الحوثيين والسعودية؟
يعني يبدو بكل صراحة ووضوح أن سوريا هي محور الحدث في المنطقة لكثرة ما فيها من تعقيدات ومن دول تتدخل فيها، وباعتبار أن سوريا مليئة بالمتداخلين يمكن أن نقول هنا بأن أقوى المتدخلين في سوريا هو الذي سيفرض رؤيته في النهاية. أقوى متدخل لا شك بأنه الولايات المتحدة الأمريكية، سواء أيدناها أو اختلفنا معها، سواء راجعنا الماضي بين المنطقة العربية وبين مواقف أمريكا الداعمة لإسرائيل أو لم نراجع ذلك، لكن عموما أمريكا هي الأقوى وستفرض إيقاع اللعبة في النهاية. وضعت أمريكا لهذا الأمر ثلاث مراحل: الخطة ألف هي إنهاء داعش، الخطة باء هي كنس إيران من سوريا ومن المنطقة، الخطة جيم ستكون على ما يبدو مضايقة الوجود الروسي وربما تفكيك روسيا الاتحادية. فأنا تحدثنا عن روسيا وسهوت أن أسأل عن روسيا، روسيا أين من هذه خلينا نسميها الانتهاكات التي جرت؟ في المعمعات السياسية بين الدول الكبرى أو بين الأطراف المتعددة أكثر ما تقع المصائب على الركن الضعيف، وبالتالي نالت من الشعب السوري ما نالت، وآخر شيء تؤثر على القوى الكبرى، وبصراحة روسيا في الأعين الأمريكية. يعني أمريكا لن تترك روسيا هكذا تتوسع في المنطقة وتعيد نفوذ الاتحاد السوفيتي السابق وتنتقل من روسيا لتأخذ حصتها من مصر ومن شمال إفريقيا. لن تترك أمريكا هذه المنطقة المحسوبة تقليديا كنفوذ أمريكي، وخاصة بعد الحرب الباردة. إذن بالتالي روسيا في الأعين الأمريكية، وهذا الذي كان يدعو بوتين دائما ألا يتخلى عن تحالفه مع إيران رغم الضغوط الشديدة من أمريكا ومن أوروبا. يقول البعض أن نهاية الأزمة السورية بتقسيم سوريا بين الثلاث الدول، ماذا تقول؟ لا لا لا، أظن أن القضية تتعلق بصراع نفوذ مطلقا. أظن أن الأمور ستذهب في النهاية بعد إنجاز الخطة ألف، القضاء على التنظيمات الإرهابية، ثم الخطة باء، كنس إيران والميليشيات الطائفية من سوريا. سيبقى الأمر في النهاية أمام روسيا خيار وحيد: أن تجبر بشار الأسد حليفها أن يذهب إلى طاولة المفاوضات وأن يرضخ لمقررات جنيف واحد التي فيها إنشاء هيئة حكم انتقالي ليس للأسد دور فيها. ستضطر روسيا حقيقة بعد ذهاب أو إضعاف الحليف الإيراني، ستضطر للخضوع لهذه الرؤية. وبدأنا نسمع حقيقة من مسؤولين روس يتحدثون عن أن المرجعية الأولى هي جنيف، هم لم يكونوا يتحدثون بهذه اللغة، كانوا يتحدثون عن أستانا وعن سوتشي. بدي أشكرك المحلل السياسي عبد الناصر حسين على تواجدك معنا، شكرا لحضرتك.